شيخ، من المعلوم أن مذهب أهل السنة والجماعة في القدر الإيمان بمراتب القدر الأربع، ولكن في مقابلة إقناع الشخص الذي قد يحتج بالقدر أو ينقدح في ذهنه الاحتجاج بالقدر على المعصية، نقول له مثلا، هل يصح أن نقول له يعني كل ما في الأمر أن الله سبحانه وتعالى علم هذا الأمر قبل وقوعه لتمام علمه، أو لا بد أن نقول أن الله سبحانه وتعالى يعني نعدد المراتب، فنقول أن الله سبحانه وتعالى علم ذلك وشاءه وخلقه وأوجده، فربما يقع يعني يقع في قلبه أنه مثلا مجبر على فعل هذه المعصية. نعم، هذا يسير، نقول هذا قدر الله عليك، لكن أنت حين مباشرتك إياه هل تعلم أن الله قدره عليه؟ نسأل، هل تعلم قبل أن تسرق أن الله قدر أن تسرق؟ إذن لماذا تقدم على السرقة؟ أنت لا تعلم بأن الله كتب عليك السرقة إلا إذا سرقت، فيكون فعلك باختيارك، لكن بعد أن تفعل نعلم أن الله قدر عليك ذلك. ولماذا لم تقدر أن الله قدر لك العفاء والغنى وتترك السرقة؟ لماذا لم تقدر هذا؟ أنت بالخيار الآن، واضح؟ واضح. نعم، لو وقع منه الشيء فلا بأس أن يحتج بالقدر، لو وقع منه الشيء وندم فوالله مع الأسف، لكن هذا شيء مقدر. يعني رجل شرب الخمر فقيل له في ذلك، قال والله إنه أكره ما يكون عندي الخمر، لكن هذا شيء مقدر وقدر الله وما شاء فعل، وأنا تائب إلى الله، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، لأنه بتوبته اندفع عنه اللوم وارتفع عنه اللوم، واحتجاجه بالقدر لعموم مشيئة الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم طرق علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنها ليلة فوجدهما نائما، فقال لهما ألا تصليان؟ يعني يلومهما أنهما لم يقوما للصلاة، فاحتج علي رضي الله عنه بالقدر وقال إن أنفسنا بيد الله عز وجل، ولو شاء الله يعني أن يوقظنا لأوقظنا، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، ولم يمكن عليه الاحتجاج بالقدر. ومن ذلك أيضا قول آدم لما احتج عليه موسى وأخرجتنا ونفسك من الجنة، قال أتلومنا على شيء كتب الله علي؟ ففرق بين إنسان يحتج بالقدر ليبرر موقفه من فعل المعصية ويستمر فيها، وإنسان احتج بالقدر مع توبته إلى الله عز وجل ورجوعه، الثاني لا بأس به. ويدل لهذا حديث وهو احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تبتع عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. ولهذا أنكر الله على الذين أشركوا وقالوا إن شاء الله ما أشرك، مع أنه قال لنبيه ولو شاء الله ما أشرك، لأن أولئك يحتجون بالقدر لدفع اللوم عنه عذرهم في استمرارهم على الشرك. وأما قوله تعالى ولو شاء الله ما أشركوا، فالمراد تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يلحقهم الندم الشديد على شركهم، ليبين أن الله تعالى هو الذي شاء أن يشرك. أي العبارتين أتم يا شيخ؟ أنا أقول مثلا كل ما في الأمر أن الله علم هذا الأمر، أو لا 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 لا، يعني إذا قلت هذا أنكرت أن يكون بمشيئة الله. أحسنت.